عبر الرائد الشيخ محمد بن حمد بن محمد آل خليفة قائد فريق مهمة تسلق جبال إيفرست، عبر عن عميق فخره واعتزازه بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه لأعضاء الفريق وتكريمهم بالأوسمة التقديرية بعد الإنجاز التاريخي المتحقق برفع علم المملكة فوق أعلى قمة جبلية في العالم. حينما تكون رسالتك السلام وأنت من أرض السلام، فلن تتهيب صعود الجبال، ولن يكون المستحيل في قاموسك. عذراً أبا القاسم الشابي، فأبناء البحرين لم ولن يكونوا يوماً بين الحفر، وأنى لهم ذلك وقدوتهم وملهمهم مليكهم المفدى. هلا 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 بالشجعان. كيف ربعك؟ كلهم بخير الله يسلمك، كلهم بخير. الحمد لله وصلنا حاليا في اعلى قمه في العالم، رافعين علم البحرين ورايه الحرس الملكي والقياده العامه. على كل حال يعني كل بحريني وبحرينيه يفخرون بانجازكم. ما تقصر طال عمرك، تسلم طال عمرك. على كل حال رسالتنا أن يكون عيد مبارك إن شاء الله على الجميع. علينا وعليك طال عمرك، وإن شاء الله أن السلام يعم في العالم أجمع. الله يسلمك الله يسلمك. وهذه رسالتنا من أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست. تسلم طال عمرك، مشكور ما قصر. بخصوص اتصال سيدي جلالة الملك من أعلى قمة، يعني كانت فرحة وكان شيء مفاجئ لي. يعني قبل حركتي إلى القمة تقريبا 12 ساعة تم تنسيقي مع سمو الشيخ ناصر على التوقيت حق وصولنا إلى القمة، وخبرني قال لي جهز نفسك، عطني التوقيت علشان أول ما توصلون سيدي جلالة الملك يبي يكلمك ويبي يبارك لكم. فالحمد لله وصلنا هناك، صار الاتصال، سيدي جلالة الملك كلمني، بارك لي على وصولنا إلى القمة لي وحق الفريق، وكان يبارك لنا حق عيد الفطر، وفي نفس الوقت الرسالة اللي وصلت حق العالم، يعني كانت رسالة واضحة والحمد لله وصلت، وكان حافز لنا حتى حق النزول إلى بيس كامب. رسالة السلام التي حملها أبطال الحرس الملكي بكل نبل وبطولة، رافعين راية البحرين خفاقة فوق أعلى قمة جبلية في العالم، قمة إيفرست. تلك الرحلة التي لم تخلو من الصعوبات، أو بعبارة أدق لم تكن سهلة على الإطلاق. إن شاء الله نحقق الإنجاز حق البحرين. ليلة صعود القمة بعد الانطلاق من الكامب 4 حق القمة، عقب ساعتين من الانطلاقة حسيت إن صادني ألم في ريل اليسار وأطرافي بشكل عام، يعني بس أكثر شيء ريل اليسار. يعني مع الوقت الألم قاعد يزيد علي. صعدنا القمة ونزلت، واحنا نازلين يعني صادني الألم يعني وزاد علي أكثر يعني واحنا نازلين تحت. طبعا الدكتور شاف الإصابة وقال لي ان عندك إصابة فروست بايت، تحتاج فترة 6 أشهر علشان تتعالج، وسبب هذه الإصابة ان الأكسجين ما يوصل حق الأطراف وسبب البرودة الزايدة. الهدف السامي الذي نحته أبطال البحرين فوق هامات إيفرست لم يكن ليتحقق لولا دعم القائد الملهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مهندس الإنجازات والداعم لكل مشروع طموح. هدفه الأسمى رفع اسم مملكة البحرين في كل بقاع الأرض. طبعا هاي شرف عظيم لنا،
أن جلالة الملك يستقبلنا، يستقبل الفريق اللي وصل أعلى قمة في العالم، أنجز شيء تاريخي، يعني إنجاز تاريخي ما قد مر ذي شيء صار في مملكة البحرين أن أحد يوصل إلى أعلى قمة، رافعين علم مملكة البحرين، علم أو راية الحرس الملكي، وفوق ذي كله أن جلالة الملك بنفسه يستقبلنا كان شرف لنا.